عليكم أحبابكم أعزائي التلاميذ. اليوم سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو الكتابة الفلسفية. كما يعلم الجميع أن أثناء إنجاز الدرس الفلسفي فالمطلوب من التلاميذ أن يتعلموا مجموعة من المهارات، اللي من أهمها مهارة الكتابة الإنشائية. لكن نظرا للكثير من الأخطاء التي يقوم بها التلاميذ، ارتأيت اليوم أنني نتحدث على الأخطاء الشائعة في الكتابة الإنشائية، ونحاول في واحد الوقت موجز أننا نتكلم على كل خطأ من هذه الأخطاء، ونعطيه بعض الحلول والمقترحات الممكنة باش نتجاوز. الخطأ الأول الذي يقع فيه التلاميذ أثناء إنجازهم لعملية الكتابة الإنشائية، وأنهم يدخلوا الامتحان، خصوصا الامتحانات الوطنية، وتشوفوا الورقة الامتحان اللي تشوفوا معنا فيها ثلاثة ديال المواضيع: السؤال، القولة، ثم النص. فيبدأ التلميذ في استعراض كل ما لديه من المعلومات في راسه، يعني يبدأ في ملء الورقة الوساخ بكل ما يعرفه حول الموضوع، وهذا شيء خطير. أول حاجة خصنا نبداوها باش نقراو الموضوع ديالنا، بنختاروا الموضوع ديالنا سواء النص أو القولة أو السؤال، أن نضع برنامجا للكتابة. ما معنى برنامج؟ أن نضع مجموعة من النقاط الأساسية التي سوف نتحدث عنها في الفهم، ثم التحليل، ثم التركيب، ثم المناقشة، ثم التركيب. لماذا؟ لكي تكون لدينا رؤية، لأن كل نص أو سؤال أو قولة يعالج قضية معينة، فالتلميذ يجب عليه أن يركز على القضية التي يعالجها الموضوع. مثلا إذا كان الموضوع يتحدث حول الشخص والهوية، فلا يجب على التلميذ أن يستعرض كل المعلومات حول مفهوم الشخص، بل يجب عليه أن يركز على إشكالية الشخص والهوية. إذا هذه نقطة أساسية وخطأ شائع يقع فيه التلاميذ عموما. الثاني الذي يقع فيه التلاميذ وهو إطالة في المقدمة، لأنه عندما يكتب التلميذ المقالة الفلسفية يعتقد أنه كلما كانت المقدمة طويلة، ويبدأ في تكديس معلومات كثيرة حول الموضوع الذي يناقشه، حول التفاصيل، حول المفاهيم، حول الفلاسفة، وهذا أمر خاطئ. المقدمة أو نسميه نحن الفهم يجب أن يكون محددا ومؤطرا انطلاقا من الأطر المرجعية التي تحددها الوزارة، اللي هي أن يحدد طرح الإشكال العام للمجزوءة، ثم المفهوم، ثم الإشكال الذي يعالجه النص أو السؤال أو القولة، ثم أخيرا يقوم بتقديم مجموعة من الأسئلة في فقرات موجزة ومحددة. هناك خطأ شائع أيضا يقع فيه التلاميذ، وأنهم يربطون بين الأسئلة والطرح الإشكالي، وهناك فرق بينهم. الطرح الإشكالي باش نبسطه بشكل بسيط، هو شنو هي القضية التي يعالجها الموضوع. مثلا هل هي علاقة الشخص بالغير؟ هل هي الدولة والمشروعية؟ هل هي الشخص بين الحرية والضرورة؟ يعني شنو هي المفارقات الموجودة داخل هذه الإشكالية؟ ثم بعد ذلك نحول هذه المفارقات، بعد أن نتحدث عنها بشكل موجز في المقدمة، إلى مجموعة من الأسئلة اللي تلقاو لنا: هل الشخص حر في اختياراته وأفعاله أم خاضع للضرورة الحتمية؟ أو قولنا من أين تستمد الدولة، من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ هل هي غاية في ذاتها أم مجرد وسيلة من أجل خدمة المجتمع؟ يعني هذا الجانب هذا انتبهوا له، لأنه هذا الجانب يطرح إشكال مهم، خصوصا في أطر المرجعية الجديدة اللي تحدد تقريبا جزء ديال النقاط، لأنه أهم نقطة في المقدمة هو طرح الإشكال. نقطة أخرى، مقدمة جاهزة. كثير من التلاميذ اعتقادا منهم أنهم يلاحظوا مقدمة جاهزة سيكون ذلك سهلا وسيساعدهم في كتابة الإنشاء، وهذا خطأ، لأن كل نص أو قولة أو سؤال يجب أن تكتب مقدمته بشكل مستقيم، لأنه المقدمة تحدد الرؤية العامة للمقال. فلهذا يجب على التلاميذ أن ينتبهوا لهذه النقطة، وأنه المقدمة يخليه آخر شيء يكتبه في المقال. يبدأوا بتحليل النص ولا القولة ولا السؤال، يحددوا أفكار المفاهيم القضايا التي تعالجها الموضوع، وفي الأخير بعد ذلك يكتبوا مقدمة باش يكون هناك واحد المعطيات معرفية اللي من خلالها يمكن لهم ينطلقوا ويتلقاو سهولة في الكتابة ديال المقدمة. مسألة أخرى يقع فيها التلميذ أثناء كتابة الإنشاء الفلسفي، أنهم تكتبوا أسئلة كثيرة، يعني مثلا بعد انتهائه من تحديد الإشكال العام، المجزوءة والمفهوم والقضية التي يعالجها الموضوع
الذي هو قيد الدراسة، يبدأون في طرح أسئلة. أي سؤال تجيه على باله أو يظن أنه قرأه في نفس الموضوع يبدأ في طرحه، وهذا خطأ. الأسئلة التي تطرح في الفهم يجب أن تكون محددة، لأنه سيتم تحليلها ومناقشتها. فلذلك يجب أن تكون هناك أسئلة محددة، سؤال أو إشكال عام، وهذا الإشكال تتبعه مجموعة من الإشكالات ديال التحليل، ثم إشكال منفتح ديال عملية المناقشة لتكون صيغت. إلى أي حد يمكن القول أن الدولة غاية في ذاتها؟ أليس بإمكان القول أن الدولة مجرد وسيلة؟ كمثال ألا أخرى، وهي أنه أثناء عملية تحليل النص، إذا كان الموضوع لأنه هو نص فلسفي، يبدأ التلميذ في إعادة كتابة النص. مثلا يكتب الفهم اللي هو التقديم، يكتب الأطروحة ديال النص اللي تقوم بالتحليل ديالو، فيصعب عليه أن يقوم بعملية تحليل النص، فيبدأ بعملية تكرار مضامين النص. والمسألة هذه مسألة مرفوضة في الكتابة الإنشائية، لأنها ما تعطيش ما تستوفيش شروط دي عملية التحليل، لأنها مطلوب منك ماشي إعادة كتابة النص كما هو، ولا مثلا أخذ فقرات كبيرة مثلا 5 أسطر أو 4 أسطر وكتابتها كما هي. بالعكس، أنا مطلوب منك هو أنك تقسم النص إلى وحدات بعد أطرحة، وكل وحدة هي كل فقرة تحدد أهم المفاهيم والأفكار والروابط المولودة بينها، وتحاول تحددها في واحد الفقرة محددة مع الروابط اللغوية. لأن باش تنتقل من فقرة لفقرة دائما ركزوا على الجانب أن الروابط اللغوية مهمة، لأنه من خلال الروابط اللغوية يتبين أن التلميذ لديه أسلوب جيد في الكتابة. إضافة لذلك، أثناء الكتابة الإنشائية يجب أن يحضر في المقال مسألة أساسية، وهي الروابط اللغوية. ومن المعلوم أن الفرق بين الكتابة الأدبية، خصوصا مثلا عندما نتكلم عن المقالة في اللغة العربية أو المقالة في مادة الاجتماعيات، هناك فرق. المقالة في مادة الفلسفة يجب أن تتوفر فيها شروط، وأهم شرط هو الروابط اللغوية والمنطقية. فلذلك على التلاميذ أن يتعلموا كيفية استخدام روابط الاستنتاج، روابط الاستدراك، روابط السببية، وراكين مجموعة من المعطيات في الانترنت، كتبوا الروابط الحجاجية والمنطقية في جوجل ويطلع لكم مجموعة من الروابط اللغوية والمنطقية. حاولوا تعلموا من خلال أنكم تديروا دائما عملية الكتابة الإنشائية، يعني كل نهار نحاول نكتب مقالة فلسفية ونحاول نقوم بهذه القضية ديال الروابط اللغوية، لأنها تخلي المصحح يدرك أن هذا التلميذ الذي يكتب هذه المقالة هو فعلا متمكن من الناحية المعرفية، وكذلك متمكن من ناحية اللغة والمهارات. على مستوى المناقشة، كثير من التلاميذ يقعوا في واحد الخطأ شائع، وأنهم بعد انتهاء عملية التحليل مباشرة ينتقلون إلى عرض المواقف بطريقة ميكانيكية. يعني مثلا عندما ينتهي من تحليل النص أو مخصوص النص يقوم بتقديم المواقف، وهذا خطأ. من تنتقلوا من عملية تحليل المناقشة كما يسمى القيمة الفلسفية، أو ما يسمى المناقشة الداخلية. هذه المناقشة الداخلية نحاول أن نبرز فيها أهم نقاط القوة ونقاط الضعف في النص الذي هو قيد التحليل، ونحاول من خلال هذا الإبراز ديال نقاط القوة ونقاط الضعف نحولها إلى أسئلة وإلى إشكالات ديال التحليل ديال المناقشة. من قبيل، إلى أي حد يمكن القول أن العلاقة مع الغير تتأسس على الحب وعلى الصدق وعلى التواصل وعلى الاحترام؟ أليس بإمكاننا القول أن العلاقة مع الغير تتحدد بالصراع والحرب والقوة؟ نحاول نبين ذلك المفارقات الموجودة، ومن خلالها ننفتح على المواقف الأخرى التي قد تكون مواقف مؤيدة للنص ومواقف محايدة للنص. الكثير من التلاميذ يغفلون كذلك على مسألة أساسية، وهي التركيب. التركيب ليس مجرد إعادة ما قلناه في التحليل والمناقشة، بل إبراز الرهان. ما هو الرهان الذي تقدمه في هذا الموضوع؟ إذن ما هي أهم الإمكانات التي يمكن أن ننفتح عليها في الموضوع الذي هو قيد التحليل، حتى نقدم مقاربات أخرى وليس فقط مجرد تكرار لما قلناه في التحليل والمناقشة؟ فانتبهوا للمسألة هذه أساسية. ثم أن الموقف الشخصي لا يكون بطريقة مباشرة، أنا مع الفيلسوف الفلاني أو ضد الفيلسوف أو مع الفكرة أو ضد الفكرة، وإنما يكون بصيغة غير مباشرة من خلالها نبرز
موقف انا الشخصي تجاه هذه القضيه من قبيل قولي مثلا ان العلاقه مع الغير من خلال ما سبق يمكن القول ان العلاقه مع الغير تتحدد بالتواصل، باعتبار ان التواصل هو اهم عنصر في العلاقات الانسانيه ولا يمكن ان نعيش بدون تواصل. تتحول دير الموقف الشخصي بطريقه ضمنيه ليس من خلال قولك انا مع هذه الصوره ضد هذه الصوره. هذا خطا هذه المساله لانها تتميز بواحد النوع ديال الركاكه في الكتاب ثم اخيرا واحد النقطه بغيت نشير لها واللي هي مشتركه وشائعه جدا وهي الاطناب. ما معنى الاطناب؟ ان التلاميذ اثناء الكتابه تحاولوا يكرروا المعلومات، ان المعلومات يقولوها في المقدمه ويكررها في التحليل، والمعلومات يقولها في التحليل ويكررها في المناقشه. هذه المساله تجعل من مقالتك ومن انشائك الفلسفي انشاء ركيكا وغير متماسك من الناحيه الجماليه ومن الناحيه اللغويه ومن الناحيه المعرفيه. فلهذا يجب ان نركز على ان تكون معطيات المعرفيه صحيحه، بمعنى صحيح انها في السياق الذي تتحدث عنه. المساله الثانيه ان يكون هناك اسلوب خاص بك في الكتابه وليس مجرد تكرار وحفظ، لان الفلسفه ليس فيها حفظ، لأنه الفلسفة تحتاج منا إلى أن نبدع من خلال عملية اتباع خطوات المنهجية، ولكن أن نمتلك التميز والرؤية الخاصة للموضوع. في الختام يمكن نجاوز هذه المسألة هذه الأخطاء كلها وخلال واحد منهجية بسيطة وهي محاولة الكتابة. حاولوا ما يمكن تشدوا امتحانات الوطنية، حنا كنا مانيش امتحانات وطنية، وترجعوا الأطر المرجعية، راه كاينين في المواقع ديال وزارة التعليم وكاينين في مواقع تعليمية كثيرة. تشدوا كل مثلا موضوع من مواضيع امتحانات البكالوريا لسؤال نص، سؤال قولة والنص، وبعد ذلك ترجعوا الأطر المرجعية وتشوفوا شنو مطلوب منكم من خلال هذيك الأطر المرجعية. تحاولوا تكتبوا مقالات فلسفية، لان شحال ما كتبتيو مقالات فلسفيه بزاف شحال ما تتطور عندكم الاسلوب، لان الكتابه هي اسلوب والاسلوب يحتاج الى شيئين، هي القراءه والكتابه. عقلوا هذه المساله، راه لا ليس هناك حفظ بانكم اذا تعلمتي تقراوا بزاف انكم ترجعوا للدروس ديالكم، راه كاينين دروس حاليا بعد قراءتكم لهذه الدروس لا تحفظوها. الحفظ ليس مهم في الفلسفه، وانما يجب ان تتعلموا ما يسمى الاسلوب او المهارات الاساسيه في الكتابه. واذا تعلمتم هذه المهارات فحتى لو تكون مثلا لم تستذكر كل المعلومات التي في الدرس، فانك تستطيع ان تكتب مقاله ذات جوده على مستوى المعرفه وعلى مستوى اللغه. وشكرا لكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك وتبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. غنخلي لكم في صندوق الوصف البلوك ديالي، غادي يكون فيه الدروس كاملين ديال الفلسفه اضافه لهذا المقال اللي هضرنا عليه اليوم، هذا الموضوع اللي هضرنا عليه اليوم اللي هو الاخطاء الشائعه. كاين مقال حول هذا الموضوع. وشكرا لكم.